بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية. في الفقرة إن شاء الله سنستكمل مع القصة المتعلقة بالفرنسي الذي اشترى مخبزة. طبعا وصلنا إلى الجزء الأخير من هذه القصة. إذن كما عندنا هنا طبعا رأينا فيما سبق on s'occupe pas la production quotidienne, c'est vraiment le métier de notre boulanger qui s'appelle Baptiste. On s'occupe pas de la production quotidienne, يعني أننا لا ننشغل بالإنتاج اليومي. أننا لا ننشغل نحن الثلاثة بالإنتاج اليومي. On ne s'occupe pas de la production quotidienne. C'est vraiment le métier de notre boulanger. إن حقيقة مهنة خبازينا يعني أن الخدمة ديال الخباز ديالنا هذيك كي سابيل بابتيست الذي يسمى بابتيست. On ne s'occupe pas de la production quotidienne. C'est vraiment le métier de notre boulanger qui s'appelle Baptiste qui se fait, focalise vraiment sur la production. Qui se focalise vraiment sur la production. Qui se focalise vraiment sur la production. الذي طبعا يركز حقيقة على الإنتاج الذي لا يركز إلا على الإنتاج كما نقول الذي يركز حقيقة على الإنتاج يعني أنه مركز الخدمة دياله فقط على الإنتاج qui se fait focalise vraiment sur la production et qui on va dire ne va pas polluer son quotidien par des tâches administratives qui sont à notre charge et on va dire يعني يمكننا نقوله يمكننا أن نقول وإذا أردنا يمكننا القول بأنه لن يلوث يومه بار دي طاش أدمنستراتيف بأدوار إدارية يعني هذا العمل سنقوم به نحن الثلاثة et qui on va dire ne va pas polluer son quotidien par des tâches administratives qui sont à notre charge qui sont à notre charge والتي هي من دورنا والتي هي من تحملنا كما نقول أو أنها من مسؤوليتنا et qui, on va dire, ne va pas polluer son quotidien par des tâches administratives qui sont à notre charge. Et donc, nous avons un tour pour attirer de nouveaux clients, من أجل جذب المزيد من الزبناء, pour attirer de nouveaux clients, من أجل جذب زبناء جدد, nouveaux clients, زبناء جدد, la boulangerie espère être bientôt un relais pour les colis. Pour attirer de nouveaux clients, من أجل جذب زبناء جدد, La boulangerie espère être bientôt. إذا المخبزة تأمل أن تكون قريبا. La boulangerie espère. نتكلم هنا على الverb espérer. ومن الإسبوار يعني الأمل. الإنسان يأمل أشياء في المستقبل. إذا نتكلم عن espère. إذا la boulangerie espère. إذا نتكلم على الverb espérer ومن الإسبوار كما قلنا إذا la boulangerie espère إذا المخبز تأمل être طبعا نعرف بأن être هو كان هنا لم يصرف لماذا؟ لأنه أتى مباشرة بعد فعل آخر اللي هو espérer إذا la boulangerie espère être bientôt إذا la boulangerie espère être bientôt إذا المخبز تأمل أن تكون قريبا un relais pour les colis un relais pour les colis تريد ان تكون رابطا pour les colis بالنسبه للرزام او الطرود اذا نتكلم عن طرود مثلا البريد اذا طبعا نتكلم هنا عن المنتوجات بمعنى اخر اذا تريد ان تكون رابطا بخصوص هذه المنتوجات ان تشتري مثلا مواد اوليه ثم توزع منتوجاتها التي طبعا صنعتها من خلال هد الذي تشتريه ثم تصدر كما نقول منتوجاتها مثلا كما نلاحظون عندنا ان غولي اذا نتكلم عن اورتوغراف تراديسيونيل كما نتكلم عن املاء قديم اذا نتكلم عن الاملاء القديم اذا نتكلم عن نوع الكتابه بمعنى اخر نتكلم عن طريقه الكتابه القديمه اذا نتكلم عن ان غولي مكتوبه باس كما نلاحظ اذا هذه الكتابه القديمه لكن عدلت في 1990 كما نلاحظ غولي او نتكلم عن كلمه غولي بدون اس اورتوغراف ريفورمي كما نتكلم عن املاء انه تم اصلاحه انه تم تعديله دو 1990 اذا نتكلم عن املاء تم تعديله في 1990 والذي اصبحت من خلاله طبعا كلمه غولي تكتب بدون اس اذا كما عندنا في النص طبعا ايتان سيستم اذا المقصود بهذه كلمه غولي ايتان سيستم إذا هو نظام أو بيان أون أورغانيزاسيون نتكلم عن منظمة أو تنظيم أو أن ريزو أو شبكة إذا كما تلاحظوا سواء تعلق الأمر بالنظام
أو بالمنظمة أو التنظيم أو تعلق الأمر بالشبكة. إذا نتكلم عن رابط، إذا نتكلم عن نقطة توزع شيئا ما، إذا أو أن ريزو كي في لو ليان أونتخ دو أو بليزيوغ أجون بارطاجون لو ميم أوبجيكتيف. إذا نتكلم عن واحد الشبكة كي في لو ليان التي تقوم برابط أونتخ دو أو بليزيوغ أجون، التي تقوم برابط بين وكيلين أو عدة وكلاء، تقوم برابط بين عنصرين أو عدة عناصر إلى غير ذلك. بارطاجون يعني أنهم يشتركون، بارطاجون مشتركين لو ميم أوبجيكتيف في نفس الهدف. إذا نتكلم عن كل العناصر أو كل وكلاء أو كل الممثلين أو المندوبين إلى غير ذلك أو الفاعلين، إذا كل هؤلاء يسمون أجون. كلمة أجون ممكن أنها تعني وكيل، ممكن أنها تعني ممثل، ممكن أنها تعني مندوب، ممكن أنها تعني عنصر كما قلنا، أو تعني فاعل ما إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن أجون، إذا هنا نتكلم عن كل المحلات التي يمكن أن تربط بها المخبزة. إذا طبعا المخبزة تريد أن تكون وسيطا بين هذه المحلات، المخبزة هنا تأمل أن تكون رابطا بين محلات، ربما مقاهي، ربما محلات بيع الخبز إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن وكلاء، مندوبين، عناصر إلى غير ذلك، لهم نفس الهدف كما هو هدف المخبزة. إذا طبعا عندما نتكلم عن لا بولونجري إسبير، عندما نتكلم عن لا بولونجري، لا بولونجري إسبير، المخبزة تأمل، طبعا نتكلم عن أصحاب المخبزة هم الذين يأملون في الحقيقة. إذا لا بولونجري إسبير إتر بيانتو، إذا المخبزة تأمل أن تكون قريبا أن رولي بور لي كولي، أن رولي بور لي كولي، إذا تريد أن تكون رابطا فيما يخص إرسال المنتوجات. Faut pas se leurrer, on est dans un village de 580 personnes. Faut pas se leurrer. طبعا se leurrer المقصود بأنك تنخدع بزيادة في الأمل. Faut pas se leurrer. يجب ألا ننخدع بزيادة الأمل، بزيادة الأمل. كما يحدث أحيانا في الانتخابات. مثلا أنك تسمع الكثير من الأمل وفي الآخر لا يكون شيء. إذا نتكلم عن le verbe se leurrer. Le verbe se leurrer. Faut pas se leurrer. هنا المقصود بها il ne faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer, on est dans un village de 580 personnes. Il ne faut pas se leurrer. طبعا هو يختصر فيقول faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer, on est dans un village de 580 personnes. يجب ألا ننخدع، يجب ألا ننخدع بكثرة المتمنيات. ممكن أن تكون هناك عراقيل، بمعنى آخر ممكن أن تكون هناك عراقيل. Faut pas se leurrer. يجب ألا ننخدع بكثرة الأحلام. Faut pas se leurrer, on est dans un village de 580 personnes. On est dans un village. On est dans un village. نحن في قرية. Faut pas se leurrer, on est dans un village de 580 personnes. De 580 personnes. De 580 personnes. من 580 شخص. نحن في قرية من 580 شخص. Faut pas se leurrer, on est dans un village de 580 personnes. Avec une zone de chalandise de 2005 à 3000 personnes. Avec une zone de chalandise de 2500 à 3000 personnes. Avec une zone de chalandise de 2500 à 3000 personnes. Avec une zone de chalandise de 2005 à 3000 personnes. Il ne faut pas se leurrer. On est dans un village de 580 personnes. يجب أن ننخدع. نحن في قرية من 580 شخص. Avec une zone de chalandise de 2500 à 3000 personnes. De 2500 à 3000 personnes. À 3000 personnes. كلمة شالونديز يمكن أن نفهمها مع الرسم البياني التالي. لاحظوا معي مثلا هذه الدوائر، الدائرة التي توجد في الوسط عندنا بودو فونت، عندنا نقطة البيع. مثلا نقطة البيع هنا عندنا هي المخبزة. إذن عندنا نقطة البيع بودو فونت، ثم عندنا الدائرة الأولى زون بريمير. إذن عندنا المنطقة الأولية كما نقول زون بريمير. هاد زون بريمير كما تلاحظوا تنتكلم على أقل من 5 دقائق دي بوان دو فونت. إذا نتكلم عن مو دو 5 مينوت دي بوان دو فونت، إذا نتكلم عن أقل من 5 دقائق إلى نقطة البيع. إذا نتكلم عن الناس اللي تيستغرقوا باش يوصلوا لنقطة البيع، تيستغرقوا أقل من 5 دقائق. إذا في ما كان هذا السيد واستغرق أقل من 5 دقائق، إذا فهو تنتمي لهاد زون بريمير. ثم عندنا زون سكوندير،
يعني كما نتكلم عن المنطقة الثانوية زون سكوندير. إذا نتكلم عن أونتر 10 إي 15 مينيت دي بون دو فونت، إذا نتكلم عن من 10 حتى 15 دقيقة إلى نقطة البيع. إذا نتكلم عن الأشخاص التي استغرقوا من 10، إذا من 10 دقائق حتى 15 دقيقة، هذو تنتمو المنطقة تسمى زون سكوندير. زون سكوندير هم ينتمون إلى المنطقة الثانوية، إذا نتكلم عن لا زون سكوندير. ثم عندنا زون تيرسيير. زون تيرسيير إذا نتكلم عن المنطقة الثالثة، زون تيرسيير كما نتكلم عن المنطقة الثالثة بلوس دو 15 مينوت، بلوس دو 15 مينوت. إذا نتكلم عن الناس اللي استغرقوا من هذه المناطق إلى نقطة البيع أكثر من 15 دقيقة، إذا نتكلم عن زون تيرسيير. طبعا هناك طرق أخرى لتقسيم هذه الزون، هناك طرق أخرى طبعا متعلقة بمعايير أخرى من غير الوقت لتقسيم هذه الزون دو شالونديز. إذا نتكلم عن كوب إيزوكرون، منحنيات متساوية الوقت، متساوية الوقت. إلا أخذنا المنحنى الأول مثلا اللي بالأزرق اللي تحدد لنا لزون بريمير، إذا طبعا تلقاو الناس في الشرق في الغرب في الجنوب في الشمال ديال هاد بوان دو فونت تقريبا حددنا بنفس الوقت، حكمنا عليهم بنفس الوقت. ممكن أن الشخص يكون بعيد، بعيد من حيث المسافة لكنه تستغرق هاد الوقت، فيقدر يكون الشخص مثلا بعيد لكنه يستغرق مثلا هاد الوقت اللي محددنا أقل من 5 دقائق. لماذا هو بعيد ويستغرق نفس الوقت؟ لأن الطريق ممهدة مثلا. هناك شخص آخر مثلا هو قريب لكنه أيضا يستغرق نفس الوقت، لماذا؟ لأن الطريق غير معبدة، هناك التواءات إلى غير ذلك، ربما هناك صعود وهبوط. إذن هنا حكمنا على الشخصين بنفس الزمن، هنا حكمنا على المكان الذي ينطلق منه الشخصين، حكمنا عليه بالوقت، لم نحكم عليه بالمسافة مثلا إلى غير ذلك. إذن نتكلم هنا عن كورب إيزوكرون، إذن نتكلم عن منحنيات إيزوكرون أنها متساوية الوقت. كل الأشياء التي أوقاتها، كل الأشياء التي تدوم نفس الوقت، إذن نقول عنها إيزوكرون. إذن نتكلم هنا عن كورب إيزوكرون، إذن نتكلم عن منحنيات أنها متساوية الوقت، دون زون دو شالونديز، دون زون دو شالونديز، زون دو شالونديز. إذن كما نلاحظ هنا لا زون دو شالونديز دان كوميرس، إذا نتكلم عن منطقة التي تسمى شالونديز دان كوميرس لتجارة، أي سا زون جيوغرافيك دانفليونس، إذا نتكلم عن المناطق الجغرافية دانفليونس ذات التأثير، دو بروفيان لا ماجوريتي دو لا كليونتيل، من حيث يأتي أغلبية الزبناء. إذا المنطقة التي يمكن أن نعتبر منطقة تأثير لتجارة ما، يعني أن الناس تيجيو منها باش يشريو، الناس تيجيو من هاد المناطق باش يشريو، إذن هاد المناطق نسميها زون دو شالونديز، إذن نسميها زون دو شالونديز. إذن لا زون دو شالونديز دان كوميرس، لا زون دو شالونديز دان كوميرس، إي سا زون جيوغرافيك. إذا نتكلم عن هاد لا زون دو شالونديز لتجارة ما، كيف ما كانت التجارة، مثلا عندنا هنا المخبزة، اي سا زون هو منطقتها، اي سا زون هو منطقتها جيوغرافيك الجغرافية دانفليونس، دانفليونس للتأثير. تنتكلم على واحد المنطقة جغرافية اللي تتأثر فيها هاد التجارة، اللي تتأثر فيها هاد التجارة. مثلا عندنا هنا في حالاتنا نتكلم عن المخبازة، غنشوفوا المنطقة اللي تتحيط بها واللي تتأثر عليها. كيفاش غتأثر عليها؟ يعني الناس يجيو منها باش يشريو، دو بروفيان لا ماجوريتي دو لا كليونتيل، من حيث ياتي لا ماجوريتي يعني اغلبيه، لا ماجوريتي يعني الاغلبيه، دو لا كليونتيل للزبناء. اذا عموما نتكلم عن زون دو شالونديز، اذا نتكلم عن منطقه التاثير، زون دو شالونديز كما نتكلم عن منطقه التاثير. بالنسبه للمياه ايضا هناك هاد المصطلح، نتكلم عن منطقه استجمع المياه، منطقه استجمع المياه. إذن من بين الجبال يمكن الحديث عن مجموعة جداول أن تصب كلها في النار، إذن هذه الجداول تأتي من مناطق مختلفة. إذن نتكلم عن زون دو شالونديز، ممكن أننا نتحدث بنفس الطريقة عن زون دو شالونديز. زون دو شالونديز بالنسبة للواد مثلا أو النهر، إذن نتكلم عن المناطق التي تأتي منها الجداول مثلا لتصب في هذا النار،
إذن كل المناطق التي تصب هذا النار إذن نسميها زون دو شالونديز. نفس الطريقة هنا بالنسبة لنقطة البيع، كأننا نتحدث عن نفس المفهوم، يعني كأننا نتكلم عن جداول أن تأتي لتصب في المخبزة، إذن بنفس الطريقة. إذن كمان نتكلم عن منطقة التأثير، إذن زون دو شالونديز. Faut pas se leurrer, on est dans un village de 580 personnes, avec une zone de chalandise de 2005 à 3000 personnes. Faut pas se leurrer, on est dans un village de 580 personnes, avec une zone de chalandise de 2500 à 3000 personnes. De 2500 à 3000 personnes. Faut pas se leurrer, on est dans un village de 580 personnes. Avec une zone de chalandise de 2005 à 3000 personnes, mais il faut que les habitants jouent le jeu. Mais il faut que les habitants jouent le jeu. Mais il faut que les habitants jouent le jeu. يعني ولكن على السكان أن يلعبوا اللعبة. Mais il faut que les habitants jouent le jeu. Jouent le jeu. Mais il faut que les habitants jouent le jeu. إذن على السكان أن يلعبوا اللعبة. المقصود عليهم أن يقوموا بالدور. هذا هو المقصود. Mais il faut que les habitants jouent le jeu. إذن على السكان أن يلعبوا اللعبة. Mais il faut que les habitants jouent le jeu. إذن على السكان أن يلعبوا دورهم وأن يأتوا إلى المخبزة كزبناء من أجل تشجيعها وألا نضع هاد المخبزة تغلق أبوابها كما تغلق الكثير من المخابز أبوابها. Mais il faut que les habitants jouent le jeu. Mais il faut que les habitants jouent le jeu. ولكن على السكان أن يلعبوا اللعبة. المقصود على السكان أن ينخرطوا في إنعاش هاد المخبزة، أن يقوموا بدورهم بمعنى آخر. Mais il faut que les habitants jouent le jeu. En fait, les gens peuvent râler sur la grande distribution, mais au final, ils trouvent ça beaucoup plus simple. Une fois, ils achètent tous leurs produits. En fait, les gens peuvent râler. En fait, les gens peuvent râler. طبعا le verbe râler le مقصود بأنك تصدر صوتا عندما تكون لا تستطيع التنفس. En fait, les gens peuvent râler sur la grande distribution, mais au final. En fait, في الواقع, les gens peuvent râler. يعني أن الناس يمكنهم أن يحشرجوا. ما معنى يحشرجوا؟ في أصل معنى هذا الفعل غالي المقصود به أنك تصدر صوتا بسبب الاختناق أو بسبب سوء التنفس. يسمع لك صوت حشرجة عندما تتحدث بسبب سوء التنفس. بعض الأشخاص ممكن أنهم يحشرجوا ليس بسبب ضيق التنفس ولكن بسبب الغضب، وهذا هو المقصود هنا. En fait les gens peuvent râler، يعني أن الناس يمكنهم، طبعا عندنا لو بوفوار، يمكنهم أو يستطيعون. En fait في الواقع les gens peuvent râler، les gens peuvent râler، الناس يمكنهم أن يحتجوا، الناس يمكنهم أن يحتجوا. En fait les gens peuvent râler sur la grande distribution mais au final ils trouvent ça beaucoup plus simple en une fois ils achètent tous leurs produits. إذن طبعا هنا الضيق هو بسبب الغضب. En fait les gens peuvent râler، في الواقع الناس يمكنهم أن يحتجوا بمعنى آخر. Sur la grande distribution. عن التوزيع الكبير. عن التوزيع الكبير. Sur la grande distribution. Sur la grande distribution. عن التوزيع الكبير. طبعا نتكلم عن لو فيرب ديستريبيي يعني وزع. Distribution المقصود به التوزيع. La grande distribution التوزيع الكبير. بعض الناس غيشوفوا بأن هذه المخبزة ما غتستطعش أن توزع المنتوجات ديالها على كل المناطق الواسعة. على كل هذه المناطق الواسعة. إذا نتكلم على لا غون ديستريبيسيون، على التوزيع الكبير، مي فينالمون، ولكن في النهاية، إل تخوف سا بوكو بلو سامبل. En fait, les gens peuvent râler sur la grande distribution, mais au final, ils trouvent ça beaucoup plus simple. En une fois, ils achètent tous leurs produits. إل تخوف سا بوكو بلو سامبل. يعني أنهم يجدون هذا بأنه سهل جدا. إل تخوف سا. لو فيرب تخوفي أنك تجد شيئا. إل تخوف سا. هم يجدون هذا بوكو بلو سامبل. بأنه كثيرا جد بسيط. كثيرا جد بسيط كما نقول. يعني أن هذا الأمر سهل جدا. كيف يكون ذلك سهلا؟ هو سيعطي تفسيرا. En fait, les gens peuvent râler sur la grande distribution, mais au final, ils trouvent ça beaucoup plus simple. En une fois, ils achètent tous leurs produits. Une fois, في مرة واحدة, ils achètent tout. يعني أنهم يشترون مرة. فعوض أن يأتوا كل مرة إلى المخبزة على هذه المسافة الطويلة, إذا فليأتوا مرة واحدة وليشتروا كل حاجياتهم. وهكذا يتفادون الذهاب والإياب المتكرر في كل يوم. En fait, les gens peuvent râler sur la grande distribution, mais au final, ils trouvent ça beaucoup plus simple. En une fois, ils achètent tous leurs produits. En fait, les gens peuvent râler sur la grande distribution, mais au final, ils trouvent ça beaucoup plus simple. En une fois, ils achètent tous leurs produits. En fait, les gens peuvent râler. En fait, les gens peuvent râler.
إذا الناس يمكن أن يحتجوا sur la grande distribution عن التوزيع الكبير مي finalement ولكن في النهاية il trouve ça beaucoup plus simple il trouve ça beaucoup plus simple il trouve ça beaucoup plus simple إذا هم يجدون هذا بأنه بسيط جدا بأنه بشكل كبير بسيط جدا en fait les gens peuvent râler sur la grande distribution mais au final ils trouvent ça beaucoup plus simple en une fois ils achètent tous leurs produits en une fois في مرة واحدة ils achètent tous leurs produits يعني أنهم يشترون كل منتجاتهم ils achètent tous leurs produits يعني أنهم يشترون كل منتجاتهم ils achètent tous leurs produits ils achètent tous leurs produits يعني أنهم يشترون كل منتجاتهم رأينا في المسابق les productions يعني الإنتاجات les productions الإنتاجات ثم la production الإنتاج la production الإنتاج ثم كما عندنا هنا produit عندنا le produit المنتج les produits المنتجات الشيء الذي نصنعه كما عندنا هنا عندنا الخبز أنواع الخبز إلى غير ذلك والحلويات مثلا إذا نتكلم عن برودوي ممكن نتكلم مثلا عن منتجات أخرى بالنسبة لشركات أخرى إذا نتكلم عن البرودوي في المفرد نقول البرودوي ثم عندنا لوفير برودوير لوفير برودوير يعني أنك تنتج إذا عندنا لوفير برودوير أنتج ثم عندنا لا برودكسيون الإنتاج لي برودكسيون الإنتاجات لو برودوي المنتج لي برودوي المنتجات إذا عندنا هنا leurs produits منتجاتهم. En fait, les gens peuvent râler sur la grande distribution, mais au final, ils trouvent ça beaucoup plus simple. En une fois, ils achètent tous leurs produits. En une fois, في مرة واحدة, ils achètent tous leurs produits. يعني أنهم يشترون كل منتجاتهم. L'enjeu, il est crucial, c'est que les habitants des communes aux alentours, les habitants locaux, vraiment prennent leurs habitudes et de venir régulièrement pour faire vivre ce commerce. L'enjeu, rien. كما لو نتكلم عن هذا المشروع أو عن هذا الهدف, l'enjeu, il est crucial. كما لو نقول أنه رئيسي, crucial. تنشوفوا هذه كلمة crucial أن عندها علاقة بكلمة croix. croix يعني الصليب. أو نتكلم عن علامة, croix. نتكلم عن الصليب. عندما نقول كريسيال مقصود بها صليب الشكل على شكل صليب إذن أي شيء على شكل صليب نقول عنه كريسيال أو بمعنى آخر المقصود به حاسم كما لو أننا نقوم بعلامة على شكل صليب على الشيء كما لو أننا نركز عليه كما لو نضع علامة على شيء ما المقصود أننا نستهدفه ونركز عليه هنا يأتي المعنى الآخر يمكن أن تعني كلمة كريسيال حاسم أو أساسي تلف كلمة crucial ممكن أن تعني حاسم أو أساسي كما عندنا هنا l'enjeu il est crucial l'enjeu il est crucial إذن الرهان هو حاسم هو أساسي l'enjeu il est crucial l'enjeu il est crucial إذن الرهان هو أساسي أو كما نقول بأنه حاسم علينا أن نشارك في كما نقول l'enjeu il est crucial c'est que les habitants des communes aux alentours les habitants locaux vraiment prennent leurs habitudes et c'est que les habitants هو أن السكان l'enjeu il est crucial إذن الرهان هو أساسي c'est que les habitants هو أن السكان des communes alentours l'enjeu il est crucial c'est que les habitants des communes aux alentours les habitants locaux vraiment للجماعات المحيطة alentour المقصود المحيطة alentour l'enjeu il est crucial c'est que les habitants des communes aux alentours les habitants locaux vraiment prennent leurs habitudes et المحيطة أو حوالي des communes alentour نتكلم عن الجماعات المحيطة بهاد المخبزة إذا نتكلم عن الجماعات المتواجدة حول المخبزة des communes alentour إذا نتكلم عن c'est que les habitants des communes alentour l'enjeu il est crucial c'est que les habitants des communes aux alentours les habitants locaux vraiment prennent leurs habitudes et إذا c'est que les habitants هو أن السكان des communes alentour للجماعات المحيطة نتكلم عن السكان المتواجدين قرب المخبز بمعنى آخر les habitants locaux إذا نتكلم عن السكان المحليين إذا نتكلم عن السكان المتواجدين حيث تتواجد المخبزة les habitants locaux السكان المحليون l'enjeu il est crucial c'est que les habitants des communes aux alentours les habitants locaux vraiment prennent leurs habitudes et les habitants locaux prennent leurs habitudes يعني أنهم يأخذون عاداتهم l'enjeu il est crucial c'est que les habitants des communes aux alentours les habitants locaux vraiment prennent leurs habitudes et de venir régulièrement pour faire vivre ce commerce يعني أنهم يتعودوا
على أن يأتوا للمخبزة. prennent leurs habitudes, يأخذون عاداتهم, de venir régulièrement. prennent leurs habitudes, يأخذون عاداتهم, de venir régulièrement. بأن يأتوا بشكل منتظم, régulièrement. كما رأينا, pour faire vivre, من أجل العمل على إنعاش. pour faire vivre, من أجل العمل على إنعاش. L'enjeu, il est crucial, c'est que les habitants des communes aux alentours, les habitants locaux, vraiment prennent leurs habitudes et de venir régulièrement pour faire vivre ce commerce. Les habitants locaux, إذا نتكلم عن السكان المحليون, المقصود السكان المتواجدون حيث توجد المخبزة, prennent leurs habitudes, يأخذون عاداتهم. L'habitude, المقصود بالعادة. prennent leurs habitudes, يأخذون عاداتهم. De venir régulièrement, بأن يأتوا بشكل منتظم, pour faire vivre ce commerce. من أجل العمل على إنعاش هالتجارة. L'enjeu, il est crucial, c'est que les habitants des communes aux alentours, les habitants locaux, vraiment prennent leurs habitudes et de venir régulièrement pour faire vivre ce commerce. Pour faire vivre ce commerce, من أجل العمل على إنعاش هالتجارة. L'enjeu, il est crucial, c'est que les habitants des communes aux alentours, les habitants locaux, vraiment prennent leurs habitudes et de venir régulièrement pour faire vivre ce commerce. Sinon, on ne pourra pas résister. Sinon, ou illa, يعني لما داروش هاد العمل, إلا ما قاموش بالعمل ديالهم. Sinon, ou illa, on ne pourra pas résister. On ne pourra pas résister. لا يمكننا أن نقاوم. Sinon, on ne pourra pas résister. On ne pourra pas résister. عندنا لو فيرب بوفوار او فيتير سامبل. On a le verbe pouvoir au futur simple. عندنا فعل استطاع في المستقبل. أقول je pourrai, tu pourras. Je pourrai, tu pourras. Je pourrai, أنا سأستطيع, tu pourras. أنت ستستطيع, tu pourras. أنت ستستطيع أو أنت ستستطيعين. Il pourra, هو سيستطيع. Elle pourra, هي ستستطيع. On pourra, أننا سنستطيع. Nous pourrons, نحن سنستطيع. Vous pourrez, أنتم ستستطيعون. Ils pourront, هم سيستطيعون. Elles pourront, هن سيستطيعن. Elles pourront, هن سيستطيعن. عندنا هنا لا نيغاسيون, عندنا النفي هنا. On ne pourra pas résister. يعني أننا لا نستطيع. On ne pourra pas résister. يعني أننا نقاوم. Résister المقصود به قاومة. إذن هنا المقصود به أننا لن نستطيع المقاومة. أو أننا لن نستطيع أن نقاوم. On ne pourra pas résister. يعني أننا لا نستطيع المقاومة. مقصود هنا بأنه إن لم يكن هناك دعم من السكان الموجودون قرب المخبزة فإن المخبزة ستفقد أيضا وستغلق أبوابها. Sinon, on ne pourra pas résister. إذن هذا فيما يخص الفقرة, حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.